الرياضيه هي اللي ساتبين الخياله بحيث تنوع لها المطار الان في صربه المقرفطه هي اللي تسلمت المطار الان سلمت المنظمه هناك كتبادل الادوار بين الخياله والروح الرياضيه السعيده وغدا تكون المسابقه النهائيه اليوم الاقصائيه في الدرون الاقصائيه شباب عندك الله يحفظك. الله يحفظك. زعروره يعني لا 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 لا. جمعت في مقرفطه.